الصحبة الصحبة، من أحق الناس بحسن صحبتي أو صحابتي؟ قال أمك. حج رجل من العراق بأمه على رأسه، فسأل ابن عباس رضي الله عنهما وقال: حملتني 9 أشهر، حملتها أكثر من سنة، أترى يا إمام أني بلغت برها؟ قال: ولا زفرة من زفراتها. قال: لما؟ قال: لأنك تحملها وتقول: اللهم أحسن ختامها. قال: نعم. قالت: هي تحملك وتقول: الله يخليه لي. فرق بين اللي يقول الله يخليك لي وبين اللي يقول الله يحسن ختامه، يعني كأنه مستعجل على الرحيل. فرق بين اللي يخدمك ويبغاك تعيش وبين اللي يخدمك يقول: الله المستعان، ما بقى في العمر إلا أرذله. أعد ترتيب الأولويات كما رتبها القرآن والسنة: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، ثم يجي الخلق اللي بعدهم يأخذون سراهم.